عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حديث صحيح رواه الإمام أبو داود وماجه وغيرهما. معنى ذي الحلال إشارة ربي، ذي الحلال إشارة ربي. طيب من بعد يا جماعة الخير ذا شوف تك في دقيقة كنت في تغارف الزيمة مش قلقة سيئة ألقات مطلق جوجان مخالف الطبيعة مخالف المونتاليتي مخالف المفهمة مخالف التموسكي مخالف التراديسيون مخالف كلش سي بون بريبار ثمانون مورال مون سيشيكمون شو كنت راجل تبدل حياة الزوجية أذن لي الشوك سورتو اسكو سام زوالو بريبار لي جون اسكو سام زوالو واه واه فوالا صافي هكا نكري هكا نكري هكا هذيك واصل بعد بشرة عصبية ستاويل ستاويل دوسمون مي سيرمون. طيب يا سانتو سيرمينيك لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هاتي تنطوثي تسعى تصي زافونتاج تص بيني لها مي الشيطان هيك كلاخ مي تخدمي في الغلطة إي في الغلطة ما تخدميت تسوى تتكبر تسوغا بيني لها تسوى الكال ديفون شمينياكا شمينياكا هكا ربي ولي لي زافونتاج ماشي كان لي زانكونفينيون وين لي بوان فورت وين لي بوان فاب. لذلك هكذا لي قاصدو سيتنيك ان كره منها خلقا رضي منها اخر. وسيري سي بروفيرس جايسن سات المهم الاحاديث كثيره على كل حال في هذا الباب. المهم طيب اسيدي والزمير مرات الجامعه سيتي ياسين ولي في مولى تسال تسعى المولى تسعى المولى تسعى المولى ملاق الحكم تحكيم العائلي حكم فابعثوا حكم من اهلي وحكم من اهلي ربنا ان يريد اصلاحا ان يريد اصلاحا ما بغى الخير ما بغى الاصلاح ما بغى الترويج يوفق الله بينهما. زعما دوم الشيخ الجامع فالشيخ طيب الله يبارك في المشايخ السيدي بابا لطفه بلد كل خير خيش مازال. طيب اسيدي معناتها دوم الشيخ السيدي بابا دوم العمق الله يبارك فينا الجامعة تشعر قال ما شاء الله في الخير ساعة تجربة ويمكن ساعة تجربة ويمكن صحة وجهة إلى آخره ما تدريش من حبة قبة ستاوي 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 أتقرا كالجون علي في المنى خاطر تصمت في يدوسا تصمت في ماشي سي دي سونتان نيفو ناسيونال مي حاجة تقري حن مي لا بريس سمانة ديال تقريبا سمانة مي سمانة مازال الكورتاج مازال الصوت اللي ديسكلوكي بزاف لكن وما كون بارلون اقول يا حصل اقول بنصبوا فاتو نورمال هكا يا لورد بنيك والله وين يا ودي تصرفوا 100 مليون 70 مليون اجو نورمال نورمال كان بوساكي اصور سنوات تصل لي فالور غير واحد تصل لي لي روبير غير واحد اذا قدموا على سوا ربي قدموا على الفيستوريا سيمار سونيكس ما يكون غير خير ان شاء الله وقاعد نزيد القرايه انا الى ولكن في النيه توصي قلت شوارا شوارا وخان المغار المغار طاس السواف الميزان طاس مثل راه لي جون ماشي مثلا توصيك روح روح عليك ما عندي والو لو برومي شوط بقى على خير ولا شابار شوط ولا شي رضاك ولا كل شيء راه مشكله. لذلك يا صاحبي سامح ابغض الحلال الى الله الطلاق معناه فروا الى قبيلي ام لنقص نفوس طفيفه زين سيد الركوران قالوا الرمادان قالوا ما إلا أريد في عالم يكو الدواوي يكو النظر الموعظة الحسنة الترغيب والترهيب التحكيم العائلي التأديب الشرعي أروي الصبر الصبر الجميل والنفس الطويل لأنه قال كذا الدواوي شحال الدواوي ذي لوردونونس من الإسلام ما إلا يكو الدواوي أريد في عالم أخيني الطبيب إلى لوبيراسيون الشرعي فيني إلى قبله ماذا غفلوا أمي الطلاق مرتان أما جي الطلاق مقرو أما دا مروح فريغا مفلسة وفلاثين يسكن ذاك ربي ربي أنت الطلاق مرتان ويظهر الناس ثلاثة وثلاثين. في صلى الله عليه وسلم في حديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل الخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات إن يسكن فريغا 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 لا يسكن ثلاثة كان من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يزعف يرفع يفقع
غضب كما ورد في الحديث، فقام غضبان يزعفك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يا عجبا، إن يسد اللعف سوى ربي كقل يلوان سعيش يلوان معنتها الصيغة يكي كدن العلماء وحد يصحر والإمام النسائي معنتها أسني قرآن مشد لولغ والعقل ونقل تاشغ يلوان أكني تلعبوا بكتاب الله، يعتبر ذلك عبثا بكتاب الله. ثم جمعة الخير صافي ولم يلقى ذي ليفرو، ذي ليفرو أكد دين الشرع سيفريوث سيني أمضى فريغا ثيا ما تشي سيني روال ما تشي ما دي فهم جامع ولا نغاشي دي سبيسياليس دي فرو جماعة الخير أكنا ريف الخبر نفرو وكالة الأنباء تتناقل الخبر هذه فوق وثوذرين في كوال ذير قاسك شيء غلظة أتي السوفة أفاسو خاميو في كوال ذير زعمة زعمة أكثيني كينين اللي بدلك بالفول بدلك بكشور إذا غادي تفر تسلك با فورغون لو برومي فورغون تروح تغلط ما يسوفغيت يغلط ما تفرس لبغيت تغلط أي غلط خلف القرآن يسين خلف السنة يسين ربي القرن ينادى لا تخرجوهن من بيوتهن وسقراك سيرلاكت أصلا كيف سيرلاكت نو كيقال ربي ينسى خمشينك يا وديك سيرلاكت أيوا سيرلاكت مي خانت مطلوب مشينك سي بو سي بقاو لك جديد تعدي لك جديد وتتفرج سي بو خانت الناس تدبر داخل ما تسعد ليا طبعا بصح حضرنا ربي لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن ورث السوفوس ورث السوفوس ثم طوثو مثل بلاد بالسيف ورث فرنسا سلفريس أكا أي غرب ربنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مولي في غالة الخضار كل شيء لخد مخام دي السر أهث الخلاف اللي يذي كفو رفو اللي يذي كفو أذي روح أذي يحفو رفو أذي يحفو أدبري ثانويث أذي يندم أدي فاكام رفرا أذي دير شوطو سميض شوطو بحري إذا غام يغض شوية الوضوة كما كان سيدي تخزر بالشطة شو يبوي نذلو هذا المطوف يا عجبا هذا حسين مدام سمحي الله العظيم الصبر الشرف والظلم والسرى إذا غدوا على المدرسة يا الخير ربح مما إلا تفا نتسافى تسعوا لونتوراج أسي حاضرة تسعوا للسرية زمناكي وكما حسوا ذلبا وكميني بس لم تطلع على السؤال ني أصلوا على السؤال يجوز الشرع وكذا ثنيك ثنيت بدأ كل تيم تسوغل على ذلبانا يمثي كميت فرات سوغل ذا ذلبانا ذا شراد يقرا لي الرجال تبغى هذا البار يخزن تخزن طاق المرا روح طالع الباب تفرع الرجعة ربي لك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ولكن دغمي من سبب لك ان يسوي هذا الانتوراج اسين فريلاس اسين فريلاس حذرت الدر اسين الشيخ الجامعي دريتي تاخر الشيخ الجامعي عرفت شنو الشيخ الجامعي في الركزه شي ركزه الراجل عنده هذا واقيل شحال يقول طلب انا نخدم مالك راه ما كاينش ليا وكي ايه شنو ايش صار كلمه الرجال زعما في وزاره كذا ولا شوف درت فن فني ثاكي للاسف في ورق المن سر هذا سورة حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزمهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا الحديث قيل سالة كيف إن شاء الله الحديث الدرس بوسع معناتها وقال تقصير وسيني يا مدعا تي فريا يا سالة تحزن تسلوم وكذا تروح تسوي الفتوى سينا وتقصير كان نورمال حبيبي والله فيك هو تسند يعني تقصير غاشي اش حال استغفر الله كيما تسو كان مواطنس تسو اطروا كومبريمي بار جوريا تفرا الصباح تفرا بزاف تفرا يتسو فروكان فروكان بدا ربي زاد ما عم نقصو ذا ولا لا لا حصل ربي فوالا يا ولدي ذا كلشي ذا والا باش تشرب الاسلام ذا والا لا اله الا الله محضر رسول الله باش يولي فاسد الاسلام ذا والا اسمي ذا طنطو ذا كيسوا والا سني راس الفانس مرتي ذا الفيلم كذا انا كي نوفر قبل مرحبا يسوا
إذا غفرت هو والو ماشي لا والو. فبالتالي إذا الإنسان لازم يحذر ربي سميس الزواج المثال الغليظ. إن شاء الله السيري ما لقى لي جوج اثنين عند ربي خمس لي سيري باتي ربي يبنيكم إن شاء الله. نعم ربي قول السلام والسلام عليكم.